ما الفرق بين القبول الجامعي المشروط وغير المشروط؟ القرار الجامعي. كطالب دولي فإن استلامك رسالة من الجامعة تفيد حصولك على قبول مشروط أو غير مشروط هو خبر سار بحد ذاته. ففي حين أن القبول الجامعي المشروط يعني أنك لا تزال بحاجة لتحقيق بعض المتطلبات والتي عادة ما تكون نتائج الامتحانات، فإن القبول الجامعي غير المشروط يعني ضمانك لمقعد ضمن البرنامج الدراسي الذي ترغب به.